يا مرحبا فيكم مشاهدينا في برنامج المطبخ. اليوم راح اطبخ لكم القشيد اللي هو النعوض، وراح اطبخ لكم بعد الاصقوع. اما سبب تسميته القشيد لاستخدام السمكه اللي هي النعوض. تعالوا معي المطبخ راح اعرفكم على هالطبختين. اليوم عندنا طبختين، طبخه نعوض اللي هو القشيد، وطبعا الطبخه الثانيه اللي هي الصقوع. راح اعرفكم على مقاديرهم، بس كل مقادير على حده على ولاتهم. نتعرف اول بدايه على النعوض. طبعا بنستخدم النعوض، وانا اليوم جبت لكم نعوض بشكل كامل اللي هو سمك القرش مثل ما انتم شايفين. طبعا انا نظفته بهاي الطريقه وشلت الجلد اللي عليه وخليته جاهز. مع النعوض راح نستخدم اللي هو المقادير حق النعوض، راح نستخدم البصل والحشيش والطماط والآلو مقطع صغار، فلفل بارد، وراح استخدم بصل حق الفوح، فلفل وثوم. اما بالنسبه عن الصقوع اللي راح اسوي لكم، اغلب الناس يسالني عن قول شنو طريقته. ساعات احنا نسويه بس ما يفتح، بسيطه، كل ما خليته مده اكثر كل ما فتح. طبعا حق الطعم ماله راح نستخدم الصقوع البدايه، ونستخدم له بصل مقطع صغار والفلفل والثوم. المقادير، وراح نستخدم حليب جوز الهند. بالبدايه راح اشتغل على النعوض، لا تخربطوا معي، تابعوني خطوه بخطوه راح تركزون معي. بدايه راح افوح النعوض اللي يسمونه ولد الولد. انا جبته كامل من غير مقطع عشان لو حس قال القرش شنو، يعني شنو النعوض شنو القشيد، فجبت لكم صوره كامله. بدايه راح افوحه، قبل لا افوحه راح انزل بهارات صحيحه. وبعدين راح انزل قطع النعوض اللي راح نستخدمها بالقشيد. بسم الله. طبعا عرفتوا طريقة التقطيع ماله. وراح انزل عليه بصل على السفورة بهاي الطريقة، وقطع راح انزل عليه ثوم. انتظره لين يفوح، بعد ما يفوح راح ارد اطالع مرة ثانية، وان نفصل العظم عن البلح، واحنا اللي محتاجينه البلوح ماله. طبعا الصقوع الاوليين كانوا يسوونه طريقة الفوح، مجرد ماي وملح ويفوحونه فوح عادي. اليوم الاجتهاد في العملية ذي انك تسويه بطريقة ثانية، فصارت محببة ان طريقة الحليب جوز الهند والبهارات فوقه، فاعطى ناطع او طعم غريب. دي راح اسكب الدهن وحمص شوي من البصل. استخدمت هني البصل الاصفر على اساس انه ما يعطي لون ثاني، لما ويا الحمص راح يتغير لون شوي، فما بغيت استخدم البصل الاحمر. البصل وحرك البصل،
انتظرها بس لين يتحمر شوي البصل. طبعا اول ما يفوح النعوض نرد نحط عليه شويه ملح وكركم. الملح عشان نعادل الملوحه مالته، والكركم على اساس انه يسحب الزفوره. طبعا هذه الطبخه موجوده في معظم دول الخليج البحريه، اللي نقول احنا البحرين، الكويت، وعمان، والامارات. الامارات بعد يستخدمونه، بس في نوعين، نوع يستخدمونه مع الصوص اللي هو مع المرقه مالته، وفي ناس تستخدمه ناشف، مجرد بصل وثوم، وتحمس القشيط مع بعضه وتقدمه بهاي الطريقه. ما زلنا نحمر البصل حق الصقور، نزل عليه الثوم، نحمسه مع بعض. مو محتاجين اكثر من الثوم والبصل والفلفل، اذا بغيته يكون حار شوي يلسع تنزل عليه فلفل. هاي الطريقة. البهارة اللي راح استخدمها حق الصقوع، راح استخدم كركم، البهار الكاري، وراح استخدم الجلجلان والسنوت فقط، وإضافة على الملح. تمام، استخدم بهارات وايد فيه، حتى وضع البهارات شيء بسيط. نبتدي نحط البهارات. مثل ما قلت لكم راح استخدم قفشة واحدة من الكركم، الكاري راح استخدم قفشتين، والجلجلان راح استخدم نص قفشة، واستخدم نص قفشة حق الكزبرة. حركهم بهذه الطريقة، بعد تحريكهم ضيف شوية ملح، على بالكم رشة ملح، ابتدي احرك فيهم. بعد كذي راح اضيف الماي. بسم الله. نحتاج بعد شوي ماي. وبعدين بنزل الصقوع. الصقوع اول شيء تنقعونه في ماي، اول ما تشترونه وين ما تجيبونه نقعوا في ماي حوالي ساعة، ماي يكون تارس عليه، وبعد ما تي تصفيه لازم تغسله بهاي الطريقة. لو قلنا في ماي شقال عليه نمسكه بهذه الطريقة ونفركه، حيث أي شوائب تكون موجودة عليه تطيح، ونرد مرة ثانية نقسمه مرة ثانية ونحطه في المشخال ونزيل منه التراب الموجود عليه كله. طبعا أنا غسلته، الحين بنزله في الماي. هاي الطريقة. نزلت كمية كلها، لأن قلت استخدمت كيلوين، حركة خفيف بس أوزيه. وآخر شيء
راح أكت عليه حليب جوز الهند. وابتدي أحرك فيه شوي شوي. وأتركه على النار حوالي من ربع ساعة إلى 20 دقيقة لين أحس أنه تفتح كامل. طبعاً قبل تشيلونه رفعوا فوق وشوفوا أن الصقوع أغلب الصقوع صارت مفتوحة. ثم قلت راح أخليه فترة وأرجع لكم مرة ثانية. رجعنا لكم بعد الفاصل وراح ابين لكم شلون طريقه الصقوع بدات تفتح بهاي الطريقه. بعد ما خليناها لمده ربع ساعه اغلبها طبعا فتح. راح نقصر على النار شوي ونضيف لها في النهايه شويه حشيش يعطيها طعم زياده. نعود بدا يفوح تخلص من الرغوه اللي فوق. حركه ثم قلت لكم ان انا ما ضفت عليه اي بهارات. راح اضيف بس الكركم. حرك النعود تغير اللون صار ابيض بما يعطيك المعنى انه هو صار جاهز بس نغير في اللون. نضيف له قفش واحد كركم تغير الزفره اللي موجوده فيه. رشه ملح خفيفه. دائما اقول لكم رشه ملح وانا احط ملح زياده ما عليه. قلنا له الاسبوع جاهز صار جاهز. سكر عليه النار ونبتدي نقلي الآلو اللي راح نستخدمه في القشيد. قلنا بنسوي الآلو أو العلولة راح نسويه. في البداية راح أحمص شوي بصل عشان أستخدمه في العيش. سخن بس الزيت خليه شوي سخن الزيت. تأكد من النعوض تغير اللون صار أصفر. طبعا شنو في ما في ريحة زفرة خلاص انتهت الزفرة. استخدمنا له بصل وثوم وبهارة صحيحة ونزلنا عليه كركم. هني انتهى الزفرة منه نهائيا. بداية راح احمص احمر بصل شوي. عشان استخدمه ويا العيش. حمر شوي بصل. وابتدي نطلع النعوض. ولد الولد انا ما قلت لكم معلومه ان عشان تستخدم النعوض لازم يكون وزنه بين 3 الى 4 كيلو مو باللي اكبر من كذي ولا اللي اصغر من الكيلو نازل نفس ما رويتكم اياه. القطع اللي رويتكم اياها يكون اكبر من كذي عشان تكون للحمه مالته ممتاز في الطبخ نفسه. ننطر بس شوي يبرد وراح نفصفصه شوي عن العظم.
طبعا نستخدم الالو حق الحامسه مالت الناعور. مثل ما قلت لكم بالبدايه ان كل بلد له طريقته في تسويه الناعور. المسميات تختلف منه من البحرين للدول الثانيه الخليجيه يختلف المسمى. هم محتاجين اكثر من كذي. الو نرجع نشيل. الو حط زيت شوي. نحمر البصل في البداية. لاحق الالو بعد ما غلينا. راح ننزل الثوم والفلفل سبايسي نبي هاي الفلفل. راح ننزل الكربتة نحركهم. راح ننزل فلفل بارد. نبتدي نحرك. توجين لومي اسود. حركة معجون الطماط نزل نبتدي نحرك فيهم. نزل البهارات راح نحط بزار بحرين مخلوط قفشتين لومي اسود قفشتين بعد. وراح نحط الجلجلان والسنوت قفشتين سنوت قفشه واحده وكركم قفشه قفشتين ونحرك المكونات كلها مع بعض. على طول ننزل الطماط نصب شوي بس ماء. وننزل فيه الالو بعده. هاي الالو. هاي خلطاتنا. صارت جاهزة. راح نرش شوي شوي ملح نفس ما قلت لكم رشة خفيفة. وننزل القشيد فيه بهذه الطريقة ونحركه.
نبتدي نحرك فيه ونهرس شوي القشيت ولا الناعوذ البلوح ماله. طبعا نسميه احنا بلوح. يقول حق امه بلحيلي يمه شو تبلح له لانه مو قادر على العظم، فيسمونه بلوح السمك اللي هو الحمت السمكه او بلح السمكه بالاخر. راح نزيد عليه ليمون شوي نحرك فيه. واليوم عربتوا طبخة طريقة القشيد مع المرقة بهاي الطريقة. في النهاية رشة ليمون خفيفة، ليمون فريش، وراح نقصر على النار ونرجع لكم إن شاء الله على التقديم. لا تنسون تدينا سوينا الصقوع وسوينا لكم الناعوذ اللي هو القشيد. راح نجيكم على التقديم ونرويكم الطبخات اللي استوت بإذن الله إن شاء الله. انتظرونا فاصل ونرجع لكم. طبعا جهز عندنا القشير اللي هو النعوض، سوينا عيش شيلاني ضفنا عليه بصل حق نستخدمه، ممكن نستخدمه مع النعوض. الصقوع لا ننساها موجوده، وهاي صقوعنا. ونفس ما قلت لكم ان احنا خلينا الفتره ذي وبدت تتفتح كامله. راح نسكر على النار ونبتدي ننشب لكم. نبتدي بداية من الصقوع. تأكدوا ان الطعم بيكون روعة. نضيف عليه المرقة، هاي مرقاته، هاي درجة. راح ننشب الناعوذ. طبعا اذا بغيتها تكون المرقه زياده ممكن تخليه او تخليه بهالطريقه ناشف شوي. ان شاء الله حار. ننشب العيش. شيل شوي بصل، ننشب العيش. بسم الله. طبعا انا ما صورت لكم العيش في وانا اعد الطباخ، بس ترى والي ان الشيلاني كل منا عارف شلون يسوي. فمجرد عيش شيلاني، غسلنا العيش، سوينا له ماي حار، فحناه وشخلناه وضفنا عليه بصل من فوق عشان ريحته. راح نضيف عليه هاي الطريقة العيش.
كذلك راح نحط عليه القشيد.